اقدر افهم من كلامك انك مهتم قوي بالعلاقات. ده حقيقي. العلاقات، شكل العلاقات ايا ما كان بقى، العلاقات دي ايه؟ صداقه، حب، جواز، زماله، الروبوت حب. بالظبط. مش وصلنا لدرجه ايه. ده حتى الروبوت حب. ده حقيقي. حتى في قصه اسمها هجره عشوائيه بتتكلم على مساله الناس اللي بتهاجر وكده، وعلاقه اب ببنته. يعني دي برضو ان هو يعني عنده مشاعر ان هو عايز يقعد هنا، وهي مرتبطه بمامتها وهيسافروا، فطول الوقت بيفكر في مساله لو هي غابت عنه، لو هي بعدت عنه مسافات طول الوقت. انا شايف ان الحياه بشكل عام اللي بيحركها طول الوقت بيننا وبين بعض هي مشاعرنا. حتى لما بنيجي الشغل مشاعرنا اللي بتحركنا، بنأدي اداء كويس هي مشاعرنا اللي بتحركنا. فالمشاعر هي عنصر اساسي طبعًا في حياتنا بشكل اساسي، وطول الوقت احنا بنتحرك وراها، وبتورطنا في مشاكل، بتورطنا في حاجات كويسه، وبتورطنا في حياه ممكن تكون احنا مش متخيلينها يعني. ايوه. فانا معني بالمشاعر وتطورها في المجموعه في العلاقات بشكل عام. بالظبط.